يشكل علينا دائما ما دامت الإمامة نصا في علي، فلماذا لا يصرح القرآن باسمه ليقطع الطريق على خلاف الأمة؟ لو الله قايل يا أيها الذين آمنوا علي إمامكم انتهى الموضوع، فلماذا لم يصرح باسمه؟ كثير من الأمور المهمة والضرورية في الإسلام لم يصرح القرآن بها. أوليس أفضل الأعمال على الإطلاق الصلاة، وأول ما يسأل عنها في قبره وفي حسابه، وإذا اجتازها اجتاز بقية نعم ما يسأل عنه، ومع ذلك اعطني حكما واحدا في القرآن حول تفاصيل الصلاة، ما موجود. لا شك أننا عندما نحتاج إلى فهم القرآن لا نستغني عن السنة، ولا نستغني عن من وظيفته البيان. وظيفته البيان في يوم اللي يجي موضوع علي بن أبي طالب وإمامته، لا نحتاج فقط إلى الصريح، إلى النص الصريح، وإنما نحتاج إلى بيان النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. ولذلك على الرغم من أن الآيات التي تتعلق بولاية أمير المؤمنين لهجتها وطريقة بلاغها تختلف كثيرا عن كل أحكام القرآن، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا رسول الله جهود 23 سنة ستضيع ستذهب هباء إن لم تبلغ ما نزل إليك اليوم. 13 سنة في مكة، و10 سنوات تضحيات تلاءات بذلت ما بذلت على كل الأصعدة هي رهينة بهذا اليوم، إن لم تبلغ سيذهب كل ذلك هباء. أكو أشد من هاي اللهجة بعد؟ ليس هذا هو بداية الموضوع، أنا أريد أدخل في موضوع آخر، وهو أننا نحتاج في فهم القرآن إلى علم يسمى أسباب النزول. خلينا نشوف كم آية تحدثت عن علي صلوات الله وسلامه عليه وأعطت المواصفات التي لا تنطبق إلا عليه. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل الله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. خلينا فقط ويا هاي الآية. هذه الآية نزلت لأن قريش كذبت رسول الله صلى الله عليه وآله في دعواه النبوة. وسياق الآية يقول أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأن يأتي بشاهدين، الشاهد الأول الله شهيد، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وشهادة الله عز وجل بنبوة النبي تتمثل في أوضح مصادقها القرآن، القرآن الكريم الذي تحدى هؤلاء البشر وقال لهم ائتوا بعشر سور، ائتوا بسورة، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه شهادة الله التي أثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وآله. أقول شهادة الله يعني أوضح مصداق لشهادة الله، وإلا كثير من الكرامات والمعاجز حدثت على يد النبي صلى الله عليه وآله وأثبت بذلك أنه مرسل من قبل الله. لكن خلينا نجي على الشاهد الثاني، ومن عنده علم الكتاب. هذا الوصف ينطبق على من؟ لما أقول لك هاي المواصفات لا تنطبق إلا على علي، فنشوف الآراء. المدارس الأخرى من المسلمين
ولغرض بيان هذه المفردة تعددت أقوالهم. البعض قال بأن المعني بهذا الوصف هو عبد الله بن سلام، لأنه كان يهوديا ثم أسلم، وكان على اطلاع واسع وإحاطة تامة بكل ما جاء من الكتب السماوية السابقة، وكل هذه الكتب بشرت بقدوم خاتم الأنبياء. كأن النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم: الله يشهد بنبوتي وهاكم أمامكم عبد الله بن سلام، سلوه وقد قرأ كل البشارات التي وردت في الكتب السماوية. هذا رأي. رأي آخر أيضا في نطاق مدرسة الخلفاء يقول بأنه لا، ليس حصرا هو عبد الله بن سلام، لأن الذي هنا اسم موصول، يعني كل من ينطبق عليه هذا الوصف، فعدكم سلمان المحمدي، عدكم تميم الداري، عدكم عبد الله بن سلام، كل من اطلع على الكتب السماوية السابقة سيجد أن هذه الكتب بشرت وسمته باسمه، وما عليكم إلا أن تعودوا إليه. شلون نرد على هاي الشبهة أو على هذا الرأي؟ نقول أولا ببساطة: هذه الآية مكية ونزلت في مكة في أيام وجود النبي صلى الله عليه وآله في مكة، وقريش هي التي تعترض الآن على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ومن ذكرتم من الأسماء كلهم إنما أسلموا في المدينة. فكيف يكون الله عز وجل يضع شاهد ليثبت نبوة نبيه إلى قريش في أشخاص بعد لم يسلموا وبعد لم يأتوا؟ سلمان وتميم الداري وعبد الله بن سلام إنما أسلموا في المدينة، فلا يصلح هؤلاء أن يكونوا شهودا على نبوة النبي صلى الله عليه وآله. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أن الوصف يقول: ومن عنده علم الكتاب. عبد الله بن سلام عنده علم الكتاب، ربما سلمان المحمدي عند إحاطة بالجانب التشريعي من الكتاب، عند إحاطة ببعض الجوانب الأخرى، لكن ما معروف عبد الله بن سلام بهذه الخصوصية، ولا حتى تميم الداري الذي هو من أكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. فلازم يكون واحد عنده هالقدرة على استيعاب كل أسرار الكتاب. لاحظوا حتى نشوف المقارنة: يوم اللي تحدث الله عن آصف وصي سليمان ماذا قال عنه؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب. من هنا شنو؟ تفيد التبعيض يعني. يعني آصف الذي جاء بعرش بلقيس من مدينة سبأ إلى بيت المقدس لم يكن لديه استيعاب لكل أسرار الكتاب، وإنما كان لديه بعض هذه الأسرار، واستطاع أن يأتي بعرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس. هذا الشاهد يختلف كثيرا عن آصف، هو أعلم منه بحيث عنده علم الكتاب كله، كل أسرار الكتاب. خلينا نشوف هذا في وسع عبد الله بن سلام أو تميم الداري. القرآن الكريم عندما يتحدث عن الآيات التي بين دفتيه يقول: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
ذول الذين يعلمون الكتاب بتفسيره وتأويله بظاهره بباطنه، يصعد على المنبر هو الوحيد الذي يقول سلوني عن كتاب الله وعن كل آية نزلت فيه وعن ناسخه ومنسوخه وعن تفسيره وتأويله. هذه للإمام الباقر يقول لا نكتفي بظاهر القرآن، له تخوم وفوق تخومه تخوم ونحن الراسخون في العلم، وإنما نزل القرآن في بيوتنا. فشايف هالصفة تنطبق على من؟ أيضا بشهادة عبد الله بن مسعود يقول ما نزل وحي من الله في عبد الله بن سلام، لا في الآيات المكية ولا في الآيات المدنية، أبدا لم يشر إليه القرآن بشيء، وما نزلت بخصوصه آية. وهذا مو بس عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس شهادة من عندهم أنه ما في شيء من القرآن يقصد به عبد الله بن سلام، فانحصر المعنى في علي. بعد أعطيك أيضا شاهد ثالث، وهو علماء المنطق يقولون بأن الدليل ينبغي أو يجب أن يكون من سنخ المدعى، بتعبير آخر الدليل الذي نسوقه في أي قضية ينبغي أن يكون من سنخ الدعوة. كيف يعني؟ أنا إذا عندي قضية تجريبية مثلا أقول الحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، شنو الدليل؟ روح جيب لك حديدة خليها على النار، عرضها للحرارة الشديدة، شوف تتمدد لولا، توديها على مكان تعرضها إلى برودة تنكمش أو لا. الدعوة تجريبية ودليلها أيضا تجريبي. لو عدنا قضية نختلف عليها في علم المنطق وهناك دعوة دليلها يجب أن يكون من سنخها، أي من علم المنطق. في علم الفلسفة أيضا لو عدنا إشكالية وأقمنا دعوة يجب أن يكون الدليل ماذا؟ من سنخ هذا العلم، وهكذا في كل الأمور. خلينا نطبق هالقاعدة على هذه الدعوة، على هذه النظرية. نقول أن النبوة من الغيب، النبوة من الغيب، فدليلها يجب أن يكون دليلا غيبيا أيضا. كيف يعني؟ قل كفى بالله شهيدا، الله هو الذي يشهد بنبوتي. الله غيب لولا؟ الله غيب، شايف الله؟ إنما يعرف الله عز وجل بآياته بدلائله، مو الشكل، لا تراه العيون، فهو غيب. فيوم اللي يكون الدعوة تتعلق بموضوع غيبي دليلها يجب أن يكون أيضا من الغيب. بعد إذا الله كفى بالله شهيدا، هذا الشهيد الأول الشاهد من الغيب، الشاهد الثاني ينبغي أن يكون من أي صنف؟ غيبيا أيضا. فإذا قلنا عبد الله بن سلام أو تميم الداري أو سلمان الفارسي أو غيره يصير دليل غيبي؟ ما يصير دليل غيبي، فيجب أن يكون من؟ علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب يصلح أن يكون دليلا غيبيا؟ نعم، الإمامة من الغيب أيضا، الإمامة من الغيب، فدليلها دليل إثبات النبوة من سنخها. خلنا نشوف علي بن أبي طالب يصلح أن يكون آية غيبية أم لا. على جميع الأصعدة وعلى كل المقاييس علي بن أبي طالب في علمه، علي بن أبي طالب في معرفته، علي بن أبي طالب في شجاعته، علي بن أبي طالب في إيمانه. جيب لي واحد يضاهيه. إذا جئت في علمه فلا يبارى في هذا الشأن، فلا يبارى في هذا الشأن.
على مستوى المعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد بامتياز علي: لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت. هذا على مستوى المعرفة. على مستوى العبادة زين العابدين على ما لديه من الكمالات والمقامات ينظر إلى صحيفة جده أمير المؤمنين فيقول: وأين أنا من عبادة جدي أمير المؤمنين؟ وش تريد بعد في الشجاعة؟ جيب لك واحد على باب خيبر، ها، وخليه يسوي الشغل اللي سواها علي بن أبي طالب. يقول: ما هززت حصن خيبر وما قلعت باب خيبر بقوة بشرية، وإنما بقوة إلهية. فحتى في قدرات القتالية هو آية، وإلا هذا الباب الذي يفتح على أيدي سواعد أقوياء الرجال وأشدائهم، علي بن أبي طالب يمسك بهذا الباب فيهز هزة يهتز الحصن منها، هذه قوة إلهية، فهو أيضا دليل غيبي. خلينا نروح على مجال آخر، على المستوى ما بنعبر عن البسيط ولكن المشهود، نهج البلاغة في خطبه وفي كلماته الحكمية وفي مختلف ما تحدث فيه أمير المؤمنين من العلوم. آي الخطب مرة يتحدث عن النملة، ومرة يتحدث عن نعم هذا الخلق العظيم، ومرة يتحدث عن بعض القضايا الخاصة، ومرة كلمات حكمية تتعلق بالجانب الأخلاقي. ومع ذلك أقل ما يقال في نهج البلاغة أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. فعلي آية في كل شيء. خلينا نجي نشوف بعد شيء ملموس. الآن علماء النفس لما يجون على مسألة وجود مساحة في النفس الإنسانية يعبرون عنها بمساحة اللاشعور خارج الإدراك. الإنسان تتراكم في ذهنه صور، تمر مواقف، يحفظ كثير من الأمور، زين، لكن خب ما يستذكرها لحظتها بلحظة، تغيب عنه. بس لما يذكر بها شنو رأسا يسترجعها في ذهنه. وين هالمنطقة هذه؟ يقولون هذه منطقة اللاوعي، ولذلك يمكن ينام ويطلع كلام أصلا مو قاصده، هو متعب في حالة من الهذيان، يكرر اسم أو يكرر كلمة، لما تسأله بعدين شنو قايل أنت ما يدري. هاي من وين طلعها؟ طلعها من هاي المنطقة. أمير المؤمنين، مو فرويد، لا أمير المؤمنين قالها منذ 14 قرن. قال أن الإنسان إذا اختزن في نفسه كشيء إما أن يظهر على فلتات لسانه أو ملامح وجهه، إشارة إلى هذه الحقيقة. واضح في كثير من الأمور الآن العالم اكتشفها، بينما أمير المؤمنين منذ ذلك اليوم يمر على الفرات فيقول: لو شئت لاستخرجت من هذا الماء نورا. صار أديسون اللي اكتشف الكهرباء، أو أشار إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنها هنا لعلما جمع لو وجدت له حملة. بس مشكلة أنه وجد له من أصناف ذول اللي كان في رأسي ولحيتي من طاقة شعر واقعا يعني. فأمير المؤمنين وتلك ذلك الوحيد الذي ينطبق عليه هذا الوصف، وهو أنه حوى علم الكتاب كله، من متشابهه، من تفسيره، من ناسخه، من منسوخه، كل ما يتعلق بالكتاب من أسرار. فهذا هو علي.
إذن القرآن لا تقولون ما صرح باسم علي بن أبي طالب، أعطى مواصفات لا تنطبق إلا على علي. أنا أريد أشير فقط بين قوسين إلى إهمالنا إحنا أيضا. أكو مناسبات في شهر ذي الحجة ما ملتفتين إلها، التصدق بالخاتم والمباهلة، وهي من آيات أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا تقولون أمير المؤمنين ما سماه الله صريحا في القرآن، فتعالي في يوم 24 من ذي الحجة والسنة إذا تقدرون تحيون هالمناسبة كل أبدا. إحنا ما إحنا معتمدين لا على جمهور يحضر ولا شيء، بس غير بث مباشر هو هذا، لكن تاريخ أرخنت هالأحداث هذه. لكل من يقول أن عليا لم يصرح باسمه في القرآن، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قصة التصدق في الخاتم حدثت لمن وجرت على يد من؟ إذا تقول لي عموم المسلمين، لا، التاريخ يقول لنا واحد أيضا خلى خواتيم الدنيا كلها بصابع ماله كان ينزل، شو ما نزل. والموضوع موضوع خاتم، خاتم الكل، واحد كل 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 من يقدر يتصدق، مو خاتم دكان خواتيم. لكن هو الغرض مو الله يريد أن يؤرخ لرجل تصدق بخاتم، وإنما أراد أن يثبت تلك الولاية الثابتة له ولنبيه لهذا الرجل الذي كان على هذا الوصف في تلك اللحظة. إنما وليكم الله ورسوله، يعني الولاية الثابتة لله على خلقه، والتي بموجبها صارت ولاية لرسول الله على أمته. ليش يوم الغدير يقول ألست أولى بكم من أنفسكم؟ يريد يبين هاي الحقيقة، ترى أنا ولايتي عليكم من الله، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. حتى لا نطول نجي على موضوع الغدير. موضوع الغدير يعني مشكلتنا اليوم حتى من نفس البيئة الشيعية يبرز علينا البعض ليقول بأن سند الغدير حديث الغدير فيه ضعف. هذا مو جايك من برا، هذا من نفس البيئة الشيعية، ويجي يقول الآن يروج لهذه الفكرة، أو يروج لأنه النبي صلى الله عليه وآله ما كان قد وضع عليا على نحو الإلزام، وإنما على نحو الانتخاب والاقتراح. مشكلة هذا. أولا الكلام في ضعف الحديث الغدير والطعن في سنده هي بضاعة المفلسين. أولا حديث الغدير متواتر مشهور، فحتى لو فرضنا أن هناك ضعف في السند، السند مو من تجي رواية فيها شوية خلل في السند نوديها على الدلت نحذفها، لا، هذا مو صناعة. إذا كان هناك ضعف، فلنفترض يعني أن هناك ضعف، الضعف يجبر، ومن مجبرات الضعف في السند الشهرة والتواتر. يجوني 50 شخص قاعدين في مكان ومتفقين على أن يلفقون كذبة على النبي، نقول 50 شخص ممكن أن يقعدون في مكان، لكن 120,000 إنسان حضروا في ذلك اليوم وكلهم تحدثوا، وإجوا بعدين الصحابة وتحدثوا عن يوم الغدير. زين، هذا العدد هل من بالإمكان أن يتوافقوا على الكذب؟ مجتمعين في مكان ومسوين مؤامرة إلا نكذب هذا الحديث؟ ومجرد أن العدد يزداد من 10 إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 إلى 80، كل ما ازداد عدد الرواة تضاءلت نسبة الكذب، وبالتالي لما يوصل إلى حد التواتر بعد خلاص، حتى لو سند سندين بهم ضعف لا يعار لهم أي اهتمام. هذا من جهة. من جهة أخرى
الغدير دليل على إمامة علي، نعم هو الحلقة الأخيرة من أدلتنا. احنا إمامة علي بن أبي طالب ولاية أمير المؤمنين ما ثبتناها من الغدير فقط، بل من كل ما ورد على لسان رسول الله منذ اليوم الأول من أيام الدعوة. روح على حديث الدار لما جمع بني هاشم وبني عبد المطلب وقال لهم: من منكم يؤازرني على أمري فيكون خليفتي وقاضي ديني ومنجز عداتي؟ فتلكأ الجميع وقام علي سلام الله عليه ثم قال: اجلس. فأعادها ثانية وثالثة ثم وضع يده على كتف علي وقال: أنت أخي ووصي وقاضي ديني ومنجز عداتي. هذا في وين؟ مو بعد أن أعلن الدعوة، لا، هذا: وأنذر عشيرتك الأقربين. أول اجتماع للنبي بمن؟ مو بعموم الناس، وإنما بخصوص بني هاشم، ومع ذلك يعلن أن وصيه علي، ثم يلتفت إلى الحضور ويقول: فاسمعوا له وأطيعوا. إذن موضوع ولاية أمير المؤمنين ما هو محصور في حديث الغدير، حتى أنت لما تجي عبثا هكذا تريد تضعف السند خلاص كأنما ضربت موضوع الولاية من الأساس، لهو آخر حلقة من حلقات أدلتنا. كم من مرة، عشرات المرات، وهو يقول في شتى المناسبات: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. حديث الطير المشوي، عشرات الأحاديث: أعلمكم علي، أقضاكم علي، يا أبا ذر إذا سلك الناس واديا وسلك علي وادي فاسلك وادي علي. كلها وين توديها هذه الكلمات؟ جاي مشلب بحديث الغدير إلا أضعفه. ولذلك جزى الله صاحب الموسوعة الغدير اللي 20 سنة يعمل على كل جمع كل الروايات والأدلة على ولاية علي بن أبي طالب، سماها موسوعة الغدير. 20 سنة من أدلة الخاصة والعامة. خلينا من هذا، انجي على السياق القرآني. سياق القرآن يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الجانب التاريخي يقول النبي راجع من موسم الحج والناس في غاية من التعب، بعد الحاج من يخلص من الحج يريد يوصل إلى بلده، وتحت أشعة الشمس وحرارة الأرض، وإذا به يأمر بإيقاف الركب ويأمر من تقدم أن يعود ومن تخلف أن يلحق. يعني نصف ساعة تقريبا مدة الخطبة لو نريد نقراها، ويستعرض فيها كل أساسيات الإسلام وأصوله، ثم يختمها بهذه الكلمة: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. ثم قال ماذا؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. اللي ما قدروا على سند الغدير سووا جو يعبثون بدلالة الرواية، قالوا: الولاية لا تعني سلطة ولا تعني الإمامة ولا تعني الخلافة، وإنما تعني المحبة. يعني تصور نفسك أنت طالع ويا مقاول راجعتكم وبالباصاتها ومرتاحين، ويوقفك عند خط الرياض السريع: تعالوا هذا مرشدكم يحبكم فأحبوه. شنو يعني هالرسالة هذه؟ ما قادر توصل بحرين ترش لنا مسجات مثلا، ما قادر تطرش هالمعنى هذا بأي طريقة إلا تحبسنا إلا تعطلنا.
رسول الله كان في ذلك الوضع الاستثنائي. الرواية تقول أن الرجل كان يستظل بظل دابته ويحتمي من حرارة الشمس بطرف ثوبه، وهالخطبة الطويلة حتى بعدين يقول علي يحبكم فأحبوه. طيب وإذا أحبوه خليش خيمة تعقد والناس تسلم بأمرة المؤمنين وبخن بخن لك يا علي. ولذلك المنذر بن الجارود لما وصل إلى المدينة وسمع خبر الغدير والبيعة قال يا محمد أمرتنا بالصلاة فصلينا، وأن نصوم شهر رمضان فصمنا، وأمرتنا أن نزكي أموالنا ففعلنا، فما صبرت حتى أمرت علينا هذا الغلام، أفذلك من عندك أم من عند الله؟ قال بل من الله. هذا الشقي رفع يده إلى السماء وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الله جاوب بعد على حسب الطلب. أحب نكران الولاية بأي شكل من الأشكال لا يجدي نفعا، لا تضعيف السند ولا العبث في دلالتها. فعلي لا يحتاج إلى يوم الغدير، إنما الغدير هي الخاتمة، يعني آخر دليل على ولاية علي بن أبي طالب هي ماذا؟ هي العلامة الأخيرة، وإلا الأدلة لا تحصى كثرة. خلنا نجي أيضا على لغة أهل البيت عندما يتعاملون مع يوم الغدير بأي طريقة. التفتوا جيدا لما يسمون يوم العهد المعهود والميثاق المأخوذ. ذاك اليوم الخليفة الثاني كان يطوف بالبيت ومعه علي سلام الله عليه، وصل إلى الحجر الأسود أراد أن يقبله فقال يا حجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يستلمك ويقبلك ما كنت لأفعل هذا، لأنك لا تنفع ولا تضر. فقال له علي مه يا عمر إنه ينفع ويضر. فقال وأين ذلك من كتاب الله؟ قال من قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأخذ العهد والميثاق على الخلق بربوبيته، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ثم أخذ العهد والميثاق عليهم بولايتنا أهل البيت. أولست تقول حين تأتيه أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة؟ فأكو عهد وأكو ميثاق أخذ. أضف إلى ذلك الرواية الثانية التي تقول أنه فإذا جاءه شيعتنا صدقهم، لما تروح على الحجر وتقول أمانتي أديتها يصدقك الحجر، وإذا جاءه أعداؤنا أنكرهم. أنكرهم لأن ما عندهم ثبات على الولاية ولا التزام بموضوع الولاية. لاحظ وين أين هو ولاية أمير المؤمنين من أحاديث أهل البيت. إمامنا الصادق يقول وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بولاية علي أفيلكم بالجنة. ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين.